مشاهدي قناة مساواة، مرحبا بكم في هذا العدد الجديد من برنامج مترو الصحافة، والذي سنقدم لكم من خلاله استعراض لأهم وأبرز عناوين وسائل الإعلام ووكالات الأنباء. دعونا بداية ننتقل إلى وسائل الإعلام ووكالات الأنباء العالمية والعربية، كيف تناولت عناوينها ونعود. نبدأها من بي بي سي. مسيرات غزة، مقتل المسعفة الفلسطينية الشابة رزان النجار، جريمة اغتيال إسرائيلية مكتملة الأركان. روسيا اليوم، عبر وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي عن شجبه واستيائه من الفيتو الأمريكي في مجلس الأمن الدولي ضد مشروع قرار كويتي يطالب بحماية الشعب الفلسطيني. وفي روسيا اليوم أيضا، فلسطين تودع رزان النجار في جنازة مهيبة. أما فرانس 24، الصليب الأحمر أكثر من 1300 جريح فلسطيني يحتاجون لتدخل طبي جراحي مستعجل. وفي الصحافة العربية الرأي اليوم، آلاف الفلسطينيين يشيعون جثمان الشهيد رزان استشهدت برصاص الجيش الإسرائيلي في غزة بجنازة مهيبة. أما القدس العربي، السفير الفلسطيني في الأمم المتحدة، التعديلات الأمريكية على مشروع قرار توفير الحماية الدولية معادية لشعبنا. وفي صحيفة الحياة تناولت مقالا تحت عنوان حماية دولية لإسرائيل للكاتبة فاتن أدوجاني، وقد ختمت فيه قائلة: إسرائيل نجحت في تمييع القرار وإبطال مفاعيله بحيث صار حبرا على ورق، لكن الجديد اليوم في توقيت المطالبة الفلسطينية بالحماية الدولية هو عضوية فلسطين في المحكمة الجنائية الدولية، إلى جانب تزايد تعاطف الرأي العام وما تقوم به حملات المقاطعة وتزايد جرائم الحرب الإسرائيلية. عسى أن يكون ذلك عنصر ضغط يولد قوة في المطالبة بالحماية للفلسطينيين.